مرحبا بك عزيزي المشاهد، ويوم مبارك وسحر مبارك وليلة قدر أخيرة مبارك، ليلة القدر الأخيرة في الأيام الوتر من العشرة الأخيرة. اليوم ليلة 29 من رمضان، ها قد انتهى رمضان، قد تكون هذه الليلة آخر ليلة، وهي بالتأكيد هي آخر ليلة قدر. وغدا هو إما في الليل يحل العيد أو نودع رمضان. عندما ينقضي ليل اليوم القادم ستنتهي تلك الليالي التي عشناها 30 يوما، وفي كل سنة نعيشها ونتمنى أن تعود إلينا مسرعة حتى نعيش تلك الأيام، رغم أنها فيها شيء من التعب، ولكن أي تعب، تعب هذا التعب الذي نحتاجه نحن في حياتنا، هذا التعب الذي نرنو إليه في سنة كاملة، هذا التعب الذي يكون فيه الإنسان على مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو القرب الأكثر لله سبحانه وتعالى. الله يحتضننا في رمضان وفي هذه الليالي وفي هذه الأيام، وفيه وفي هذا رمضان قلناها أكثر من مرة، هي ليلة القدر التي ينزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إنها مباركة تحف الملائكة الأرض وتستمع لطلبات الناس فتأخذ من ذلك طلبا وترفعه إلى السماء وتعطي ذلك بشرا، وإن لم تعلنها بل تضعها في تلك السنة التي ستأتي من بعد هذا رمضان. أيام جميلة، أيام فيها جانب طقسي وجانب فولكلوري أيضا، وجانب اجتماعي وجانب حياتي، عشناها وتمتعنا فيها، منا من عاشها بكل معنى الكلمة تعبدا، تواصلا، رزقا، عطاء للفقير، أقام الأشياء التي كان يريده الله منه فيها. وهنالك بشر للأسف وهم حتما قلة قصروا في دعائهم وقصروا في عبادتهم وقصروا في أشياء كثيرة، لا أعرف، هم في تصورهم أنها الحياة مفتوحة. أكبر جريمة وأكبر خطأ يقع فيه الإنسان أن يضع في باله إن الحياة مفتوحة، أبدا إطلاقا ليست كذلك، ليست مفتوحة، فمن منا من يموت في 20، ومنا في 30، ومنا في 40، ومنا في 50، ومنا في 60، ومنا في 70، ومنا في 80، ومنا في 90، كما يموت الناس في 90 يموت الناس في 20. كم من الناس تعرضوا إلى مشاكل وحوادث طريق أو تفجيرات أو حروب أو فقدوا حياتهم في 20. ولهذا فإن يعني هل أنت محصن يعني من حوادث، أو هل أنت محصن من الأمراض؟ يعني عندما جاءت كورونا من كان يتوقع أنها ستحصد هكذا شباب 20 و30 و40؟ كلهم ذهبوا وحالهم حال الإنسان الذي بلغ من الكبر عتية. إذن قضية الزمن المفتوح هذه فكرة خاطئة جدا، لأن نسبتها حتى لو كانت 5%، لأنه لو قلنا بأنه ممكن الإنسان زيادة احتمال 5% يموت بال 20 و 10% بال 30 40% 30% 40 وهكذا، حتى هذه 5% من أدراك أنك لن تكون من هؤلاء 5%، يعني قد تكون أنت من ضمن 5%، يعني 5% من الناس يموتون بال 20 أو بال 30، قد تكون واحد منهم.
وذلك قضية أنه الحياة مفتوحة والزمن مفتوح، وإننا لم نفعل الخير في هذا الرمضان فهنالك رمضانات كثيرة. هذا عمل غير صحيح وهذا تفكير غير صحيح. يعني محظوظ منا من عاش كل الرمضانات التي مرت عليه وقدم لله ما مطلوب منه في كل الرمضانات، ولذلك طوبى وهنيئا لمن عاش تلك الليالي العظيمة. اليوم واحدة من هذه الليالي، واحدة من هذه التي ننتظرها ونعدها، تلك الليلة التي نزل فيها القرآن. اليوم علينا أن نحرص، يعني لا أقول لم يبقى إلا سويعات فليستغلها البعض، وهذا البعض غير محظوظ طبعا، لأنه مرت عليه آلاف السويعات، آلاف الساعات عفوا، والسويعات جمع قلة والساعات جمع كثرة، فمرت عليه كثير من الساعات ولكنه لم يستغلها، فبقت يعني بعضا ثلاث أربع ساعات أو لا أكثر، ليست أكثر من ثلاثة ساعات يعني إلى الفجر يعني. ولذلك يعني خير قليل خير من عدم شيء، فليعتكف فليذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أبواب السماء فيه مفتوحة، والتوبة خصوصا الآن قد يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويعاهد الله سبحانه وتعالى أن يكف عن كثير من الأشياء، وبالتالي قد يدخل العام القادم وهو منظف وخالي من تلك الأدران، وبالتالي يأتي العام القادم ورمضان القادم وهو مؤمن كامل، بالتأكيد سيكون دعاءه وصيامه وصومه في أحسن حال. طبعا قد يقول القائل ليالي القدر هي ثابتة، هي 23 أو 27. أجاب كلا، يعني نحن نأخذ العموم. الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام قال ترقبوها في العشر الأواخر عفوا وفي الوتر يعني الأحاديات من العشر الأواخر. هذه وليلة يعني ليلة 29 واحدة من ليالي الوتر التي، لذلك أنا أقول يعني إحنا لازم حتى ما نفكر بالوتر والشفع. ليش؟ لأن قضية مشاهدة الهلال أخوان هذه معضلة الآن، يعني لذلك يعني أنا أحكي لكم تجربة شخصية. أنا لا أعد اليوم وتر أو شفع. ليش؟ لأنه هاي قضية أن تضبط الهلال مسألة جدا معقدة أخوان. أولا فلكيا أنت تقدر تعرف شو وقت يطلع الهلال وشو وقت ينولد، هاي حسابيا. أنا أعطيك رمضان بعد مليار سنة، هسه أي واحد تسأله قل له طلع لي رمضان بعد مليار سنة يا يوم، يقول لك فلان يوم، هذا عادي، لأنه هو دورة القمر حول الأرض ثابتة لا تتغير يعني. لكن القضية هي ليست هنا، القضية هنا أنه متى يولد، يعني وقد يولد قبل المغرب بساعات بسيطة، ساعتين. ولذلك عندما يجن الليل أنت ليس لديك، أنت بالتأكيد عندما يولد الهلال أنت لا تراه، لأن الشمس موجودة وضياء موجود، وهو خيط رفيع جدا لا يرى، ولكن يحتاج إلى الليل حتى تشاهد هذا الخيط. فعندما يأتي الليل لا ترى لأنه ضعيف جدا، بس بالتلسكوب تشوفه، وأيضا بدون تلسكوب حسابيا أنت تعرفه. فإذا أيهما يعني، هل اليوم رمضان حسب الحسابات أم حسب التلسكوب أم حسب العين؟ من شاهد بكم الشهر فليصم. شاهد يعني لم يقل شاهدوا. وبالتالي هنالك معيار، المعيار هو أنك ترى بعينك، يعني هنالك قدرة أن ترى بعينك. وهذه طبعا الهلال ما قدرت تشوفه أنت بأول يوم إلا لما يكون مولود عمره على الأقل 7 ساعات 8 ساعات يعني على الوقت.
من يجي المغرب لا أبي شوية بروز، وبالتالي بيجي المغرب تشوفه أي تشوفه لدقائق ويروح. لكن أكو سنوات يأتي أقل، أكو يولد بعد ذلك. فقضية أنه أنت تحسبها وتقول أنه اليوم رمضان، هذه أعتقد فيها وجهة نظر. لهذا أنا أعتبر العشرة الأخيرة كلهن شفع وكلهن وتر. يعني أيضا هذه يجب أن هذا، لذلك أنا ما أعتبر يوم 27 اليوم 27، قد يكون البارحة، يعني اليوم 29 قد يكون باكر 29، قد يكون أمس 29، يعني ليس بالضرورة أن تكون اليوم 29 ليلة رمضان. وبالتالي هذه القضية حقيقة محيرة. لذلك واحد يصفي النية ويقول إنني أتجه إلى الله في العشر الأواخر وأدعو الله وأتبتل إليه وأصوم يعني وأتنسك فيه، وبالتالي علك تلقف ليلة القدر في تلك الليلة. يعني هسه الآن احنا قدام مشكلة، يعني فلكيا يقول لك انه الهلال فلكيا راح ينولد يعني باكر، ينولد قبل ساعتين، يعني قبل المغرب ساعتين، يعني حسابيا باكر الخميس الهلال يطلع حسابيا. وممكن تشوفها بالتلسكوب، ولكن صعب جدا لانه راح يجي امام الشمس، يعني ضياء قوي وفتره قليله، وذلك حتى بالتلسكوب راح يكون بصعوبه، الا هنالك تلسكوبات معينه بها فلتريشن وغيرها ممكن تشوفها. يعني ضمن هذه المقاييس العلميه انت ممكن باكر، بس ضمن العين المجرده باكر لا، ماكو، ما يطلع لا باكر. باكر اقوى رجل بالعالم لا يستطيع ان يرى الهلال غدا. وذلك انا ستلاحظون غدا بعض الدول ستعلن، وستكون دول قليله تعلن غدا الجمعه عيد، ودول كثيره ستقول لا، يعني وسترون، يعني لان هذه القضيه غير محسومه. يعني لهذا اعتقد ان هنالك غدا، وواحد نيته، يعني انت نيتك ماذا تقول؟ اعتقد انه واحد يجعل نيته، وطبعا كل واحد ضمن منطقته. يعني احنا بالعراق لو شفنا جميل، هو طبعا اغلب الاحيان احنا بالعراق ما شاء الله احنا بالعراق يعني قليل عندنا يشوفون الهلال، يعني دائما بالعراق احنا نعتمد ذولا وذولا يعتمدون على اولئك، دول تابعين دول ودول تابعين دول. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. عزيزي المشاهد، مرة أخرى ونحن في هذه الليلة الأخيرة للقدر، وليست الأخيرة لرمضان، وفي هذه الليلة نحاول أن نستذكر. بعض الأحيان الإنسان عندما يستذكر الأشياء يخرج بنتيجة تختلف عن تلك التي خرج بها أثناء المعمعة وأثناء الصراع وأثناء الحركة. ولذلك تشوف الإنسان عندما يأتي إلى البيت ويضع رأسه على المخدة، تلاحظ يستذكر أشياء ويعض على أنامله ندما وعينا، مش يقول لا هاي استعجلت، لا لا هاي كان حكم، أخ فاتتني فلان قضية، هذا قال لي فلان كلمة، هاي الفكرة شلون فاتتني، هاي شلون انتبهت لها. في سكون الليل الإنسان يستطيع أن يلج إلى نتائج ويصل إلى أشياء ونتائج بالتأكيد ضاعت منه أثناء بهرجة الحياة، أثناء الصراع، أثناء اشتعال المشاعر. بعض الأحيان الإنسان حتى لو كان عاقلا حكيما كيسا لا يستطيع أن يحكم وهو في ثورة غضبه وصراعه وانشغاله، حكمه يكون ناقصا. لكن عندما يهدأ ويكون ساكنا بالتأكيد الحكم سيكون مختلفا جدا. ولهذا نحن في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة من رمضان الإنسان يستطيع أن يستذكر أشياء حصلت في رمضان، أشياء حتما في جلها جميلة ورائعة، ويبدأ يقيمها ويطلع بنتيجة. قد تكون هذا التقييم وهذه النتيجة تنفعه في العام القادم.
ويحس أنه مثلا كان مقصرا في ذلك الجانب، كان عليه أن يفعل كذا كذا. هذه النتيجة دائما إيجابية، تجعل الإنسان أولا يتحضر، لا أقول للعام القادم، ولكن يتحضر الحياة ما بعد رمضان. يعني الآن رمضان له سياقه، والحياة بعد رمضان لها سياقها. طبعا الكثير من الناس لا، هو سياقه في رمضان هو نفسه سياقه في الحياة، ولكن البعض لا، يعني بعض الناس لا، تلاحظه برمضان يصلي يصوم، يعني ما يمارس الموبقات، ما يشرب، ما ادري شنو غيرها. من يخلص رمضان لا يرجع، يعني لا يصلي، لا يصوم، لا هذا، ويرجع هذا. فاذا هي سياق اخر. ولكن حتى هؤلاء الناس الذين يعدون رمضان هو شهر مقدس فقط لممارسة بعض الطقوس الدينية الإسلامية، أعتقد بأن هذا النموذج يحتاج أن يراجع نفسه في هذا رمضان. خليه يشوف نفسه، يعني عندما ترك الخمر مثلا ما الذي حصل؟ يعني هل تعب كلش؟ يعني هل كان سعيدا؟ يعني كان تعيسا؟ هل الشعور بالذنب كان موجودا عندما ترك أو خف؟ شعوره بالغبطة والرضا، هل ثقة بنفسه، ثقة بأن الله معه، أو أن الله ساخط عليه، أو أن الله سيكافئه؟ هاي كل هذه المشاعر يشوفها ويشوف نفسه ويشوف روحه. إذا كانت فيها جانب إيجابي فليستمر، يعني ليش؟ يعني أعتقد الجائر والخمر وبعض الموبقات أشياء يستطيع الإنسان أن يقلع عنها. يعني الإنسان لا يقلع فقط، يعني يتوقف عن الهواء والماء والطعام وأيضا بعض الأشياء الأخرى مهمة جدا، لكن هناك أشياء كثيرة الإنسان ممكن يعني يبتعد عنها. يعني وبالتالي هذه فرصة، هذه الفرصة لمدة شهر خلتك تعيش اللحظات الإيجابية الخاصة بعملية الإقلاع والابتعاد. يمكن أنت ما شايفها، يمكن أنت ممكن تمارسها بالحياة ما كان عندك هذا الشعور، لكن الآن بعد أن أقلعت عنها وابتعدت عنها. طبعا هي تختلف من سنة أخرى، يعني ممكن كنت شاب أنت وابتعدت عنها، يمكن الرجوع لها سهل كلش، يعني مشاعرك تجاهها تختلف. لكن كل ما تكبر كل ما لا ينضج عندك جانب معين ويأفل عندك جانب معين، الاندفاع والحماسة والغريزة وحب الحياة وغيرها ومدري ايش، تبدأ تضمحل شوية. والدعة والاسترخاء والتفكير بالله سبحانه وتعالى والجوانب الأخلاقية وغيرها ترتفع. ولهذا أنت في كل سنة بعض الجوانب تخفت وبعض الجوانب ترتفع، وذلك فإنك تقييمك للأشياء تختلف من سنة إلى أخرى حتى تصل إلى مرحلة. ذلك تلاحظون أغلب الناس اللي كانوا يشربون ويمارسون موبقات ومدري شنو، تشوفها من يكبر يقلع عنها، يعني خلاص. أولا هو مو أقلع عنها بعد إيمان، هي بعد ما بيها فائدة. يعني أنت شنو أنت، يعني أنت يعني غرائزك ماتت أو اضمحلت، أشياء معينة عندك، صحتك بعد ما ساعدك أن تشرب مثلا، ما عندك طاقة تروح هيك وهيك. يعني فبالتأكيد أنت مو تبت، انت الله توبك، يعني انت ما تبت بارادتك. هذا يختلف عن ذلك الذي يتوب بارادته. والله صار عمره 70 سنه، والله هي انا تبت الله بعد ما اشرب، بعد ما ادور مكسرات. هو اخوي لو بيك قوه وحيل انت كان ظلت 900 سنه انت تدور مكسرات، بس لانه انت بعد ما عندك قدره، يعني بعد هي لم تعد ممتعه عندك. فهذا انت ما تبت اخوي، انت ما تبت، انت الله كسر ظهرك، يعني الله توبك. يعني لذلك هذا الانسان يختلف اختلافا كبيرا. يعني لا يتصور البعض اللي عاش عمره كله بالعربده وصار عمره 70 سنه وبعدين توقف ومدري شنو هذا، والله بلكي الله يتقبل التوبه. اخي ايش يتقبل يا توبه؟ ليش تتايب انت؟ انت ما تايبت، انت لم تتب، انت الموبقه لم تعد لها، انت بعد ما بك حيل، انت رجال شايب، شنو بعد الدور؟ ما تقدر تدور منها ومنها. يعني فانت ما تبت، انت بعد جسدك لا يريد.
وغيرها، وصار بقلب، صار شنو هذا، ما تقدر تشرب بعد يعني تموت رأسا. والله أنا تبت. لا أخوي أنت ما تبت. فهؤلاء الناس توبتهم القصرية ليست كتوبة الإنسان المؤمن اللي يقتنع يعني. فأخذها الفرصة، ما هي جايتك جايتك يعني، يا إنسان يا عبد، مو أنت بعد 60 راح غصبا ما عليك تتوقف عن أشياء كثيرة بيدك، بخاطرك ولا عن مو بخاطرك، أنت راح تتركها لهذه الشغلة. فليش ما أنت تتركها وأنت كامل قوتك وإيمانك وإرادتك وتحصل على شيء بأجر عظيم جدا، وهو بالتأكيد أنت متخلص منها يعني. فهي أيضا فرصة. واحد يقول لك والله أنا ما أقدر أعوفها، والله ما أقدر أعوف الشرب، تعودت على الشرب، أوكي حلو، والله ما أقدر، مش كنت حاولت أعوف الشرب، بقدر أعوف الشرب، أما روحي بيه دخليك شوية جلطة جلطتين، خليك تروح مدري شنو هذا، رأسا تبطل. زين ليش؟ شو قدرت؟ ليش؟ مو تقول أنا ما أقدر أعوف الشرب، زين ليش شو عفته؟ لأنه بها حياة سابقا لا، ولا يعوفها وهو سعيد وهو راضي وما تعني له شيء، لأنه مرتبطة بقضية حياتية. زين ليش؟ سابقا وفضها وهي هم تمضرة وهذا وهذا. فالإنسان غريب جدا، ضعيف ضعيف أمام الغرائز والملذات. الإنسان العظيم والإنسان المؤمن هو ذلك الذي يستطيع أن يقف أمام وجه نفسه، أمام غرائزه، أمام أطماعه، أمام أهواءه. يعني الإنسان لو يطلقوا له العنان لأهواءه أو غرائزه، شنو يصير؟ الغابة مو هيك، الغابة هم حتى الله سبحانه وتعالى حط الغرائز في وقت معين وخلاص، يعني مو دائما 24 ساعة الحيوانات تحتاج الغريزة، يعني وقت معين 14-15 يوم وقت الشبق وتنتهي. ما حد للأنثى ما لها ذكر، ذكر ما لها إن شاء الله بالأنثى وغيرها. لو هاي تبقى دائما، لا يبقى لا حيوان، لا يبقى لا طير، ولا يبقى لأنه صراع 24 ساعة يعني. الإنسان تلاحظ لا، الإنسان يختلف، هاي موجودة دائما. فالإنسان يستطيع أن عنده عقل، هذا العقل هو الذي يضع حدا لهذه الغراز. بدون هذا العقل تصور الإنسان لو يطلق العنان لغرائزه كيف تكون البشرية يعني لو كل واحد تعجبه مرة يروح يأخذها وذاك ما أدري شنو، شلون تصير الحياة بالشارع يعني؟ شلون تصير؟ هل أكو حضارة؟ هل أكو إنسانية؟ هل أكو قانون؟ كل شيء ماكو. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. عزيزي المشاهد مرة أخرى ونحن نكمل هذا اليوم وهذه الليلة المباركة ونعطي بها أو نستذكر بها بعضا من تلك القيم التي سرنا عليها، ولا يوجد أعظم من قيم الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام وعلى ما قاله أبو الحسن عليه السلام. ذلك في هذا البرنامج حاولنا، كانت هنالك أشياء كثيرة في هذا البرنامج حاولنا أن نزرعها، من ضمنها يعني عرضنا أشياء تخص مقارعة التطرف ومقارعة الإلحاد، وأيضا أكدنا على ضرورة بأنه أبو الحسن هو ملك للإنسانية ولكل الطوائف، وأكدنا بأنه يجب 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 أن نطرح فكر أبي الحسن إلى المسلمين، فإنهم محرومون منه بسبب اختلاف الطوائف، وذلك لم يقدم لهم فكر أبو الحسن والإسلام والإنسانية بأمس الحاجة لعلي بن أبي طالب. المنقذ هو علي بن أبي طالب، وصي الأمة هو علي بن أبي طالب، ولهذا نحن الذين ندعي أننا محبي أبو الحسن وسائرون على نهجه، أجدر بنا أن نقدم بعضا من أفكاره. وأقول لدينا فضائيات كثيرة تدعي أنها موالية لعلي بن أبي طالب، لم تقدم شيئا، فقط سب وشتم بأعدائه، بدل ما هذا يعني التقريع بهؤلاء الناس الذين لا يسوون فلسا. هو الذي حارب علي بن أبي طالب يسوى فلسا، يسوى فلسا. بدل ما نقرع ونطلع بكل مساوئه، نظهر فكر أبو الحسن، فإن الطوائف الأخرى بأمس الحاجة.
اخوان، هنالك 99% من العرب لا يعرفون من هو علي بن ابي طالب، لا يعرفون من هو علي بن ابي طالب. يعني حتى انا مره كنت ادرس في دول المغرب العربي، كان يقول انت من العراق، من بلدي آل البيت. قلت لهم طبعا الامام علي بن الحسن. قالوا لا، آل البيت. قلت لهم طبعا يعني غير آل البيت. قالوا لا، آل البيت هو شيخ عبد القادر الجيلاني وابو حنيفه، هذول آل البيت. طبعا انا اجل ابو حنيفه النعمان واجل عبد القادر الشيخ عبد القادر الجيلاني، لهؤلاء شخصيات رائعه، ولكن اقصد قلت لهم يعني هو هذا البيت؟ قالوا نعم، هؤلاء آل البيت. يعني فتصور لا يعرف من آل البيت. يعني الامام علي، بن عم الرسول يعني. يعني حتى البعض منهم لا يعرف انه هو ابو الحسن الحسين، يعني هكذا. هذا يعني الناس البسطاء في المغرب العربي. فالقصد يعرف عبد القادر الجيلاني، وكلهم من كنت في الجزائر في المغرب طلب سيم عليك الرسول يا دكتور علي، من ترجع بغداد تقرا سوره الفاتحه لي في قبر عبد القادر الجيلاني، سيم عليك الرسول. قلت له ماشي. وعجائز يجيني قبلا ايدي، يعني سيم عليك الرسول، ما ترجع تروح لشباك عبد القادر الجيلاني تقرا لي الفاتحه. يعني ليس في بغداد في نظرهم الا ويستاهل ويستحق عبد القادر الجيلاني، يستحق. ولكن طبعا اهل البيت يعني هل ننسى اهل البيت؟ يعني عندهم اهم 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 شيء في العراق، في المغرب العربي، يعني ليست لهم علاقه لا بعلي ولا بالحسين ولا بالكاظم ولا 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 ولا. هذه مو طائفه، هي قناعاتهم. يعني الناس يعني مرتبطين بطائف، اذا هم محرومون من علي بن ابي طالب، محروم من ثقافته. هذا يعرفون فقط عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني فقط. هاي يعني في بغداد بيت هذا. كيف يقصف العراق اللي فيه بلد الاوصياء والائمه، كيف يقصفوا به قبر عبد القادر الجيلاني؟ يعني هو ما عندهم مشكله. يعني طبعا انا اقولها المره الف، انا اجل الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولكن اقصد لدينا علي، لدينا الحسين، لدينا الكاظم، لدينا الهادي، ولدينا ولدينا ولدينا. يعني هؤلاء ابناء الرسول، اهل البيت. يعني فهؤلاء الناس مساكين لا يعرفون، يعني لا يعرفون الكلمه العربيه. فيجب انه يعني يجب ان نركز في برامجنا، ان نعطيهم شيء من علي بن ابي طالب، هذه الشخصية الفذة التي لم يكتب عنها ولا يعرفون عنها شيء. بل ان كثير من الناس في المغرب العربي لا يعرفون شيء اسمه نهج البلاغة. شكون نهج البلاغة هذا؟ شكون؟ يعني انا بات احكي واقولهم في نهج البلاغة، شكون هذا نهج البلاغة؟ شكون؟ يعني شنو هذا انت الخابص نبي نهج البلاغة؟ يعني دول اساتذة الجامعة مثلا، يعني او هذا، يعني شكون؟ شنو هذا؟ منين؟ شو مسامعين بي؟ شكون نهج البلاغة؟ يا هذا نهج البلاغة اسمه الإمام علي عليه السلام، هذا بي شيء. بس بعض منهم مثقفين بدأوا يقرؤون. يعني هذا القصد، أنه نحن مقصرون. يعني أو بعض يقول لك نهج البلاغة تبع الشيعة، يعني هاي لا 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 لا، تبع الروافض لا لا، هذا عوف، هذا كتاب الكفر، هذا والإلحاد والمجون. تصور يعني إذا تقصير، يعني هذا مو تقصير، تقصير منه احنا مقصرين. يعني قد يقول لا هي حملات، اي نعم هم نجحوا، الاعداء نجحوا، زين احنا فشلنا. اوكي، هو صراع ما بين اتباع علي وبين الحق والباطل، وما بين الايمان والنفاق. من يبغض عليا منافق، ومن يحب علينا مؤمن. احنا خلينا نعتبرنا المؤمنين، المنافقين نجحوا خلاص، هذا نجاح للمنافقين وفشل لنا نحن المؤمنون. هذا فشل، وين نحن؟ يلا ايش قدمنا؟ سوينا ايش قلنا؟ هذا ليش خليناهم ينفرون منا؟ ليش ما صارت لنا القدرة ان نقدم نفسنا؟ يعني ابدا. يطلع واحد مثلا جعفر مثلا في تونس يقول ينقرعون بي، واحد بمصر يوميهم طلعيه ومشرشبيه ذولا، يطلع واحد بالمغرب يوميهم حاصي مش. يعني واحد ليست لديه لا فضائية ولا الدهج ولا هذا.
واحد يطلع يلعبون بيه طوبة يعني. فهي هاي يعني واحد جم وإحنا ملايين، أنا أقصد ملايين، هاي مو تعصبا، ملايين محبي آل البيت، علي ليس للشيعة، علي لكل، علي السني الأول. وشنو السني الذي يسير على سنة الرسول؟ من هو أقرب لسنة الرسول من علي بن أبي طالب؟ علي السني الواحد أنقى سني هو علي بن أبي طالب، فالسنة محتاجته. اللي يدعون يمشون على سنة رسول بأمس الحاجة لعلي بن أبي طالب، سيدهم سيد السنة علي بن أبي طالب، ليس أي إمام آخر. فهم محتاجين، إحنا مقصرين، إحنا ما قدمنا للسنة إمامهم اللي هو الإمام علي، إحنا ما أعطيناهم من السنة، لأن علي ابن السنة، علي ابن محمد، ولهذا نحن قصرنا تقصيرا كبيرا ورائعا. لذلك احنا في هذا البرنامج نحاول ان نعطي بعضا من افكار علي. يعني هل نقدر علي يعني هل اقدر علي اشي الفت 10 كتب عن علي بن ابي طالب؟ هل اقدر علي يعني؟ ومع ذلك انا مقصر. نعم، كان يجب ان الف 100 كتاب عن علي بن ابي طالب، نعم، وغيري يجب ان يالف، وغيري هذا مو طبعا مثل بعض الناس يسوون حشو هذا وعاد مجرد لا، تطرح فكره بالحسن بشكل مبسط، مو بشكل متعصب، بشكل يعني تنفر الناس منك. الامام علي قاعد ومنا اسد وجو اثنين قال لهم روحوا كلوا، يعني هذا الغيبيات والما ادري ايش تنفر الناس. لا، اطرح علميه ابو الحسن، فكره ابو الحسن، عقله ابو الحسن، علم ابو الحسن، فهو باب مدينة علم رسول الله. بهاي الطريقة أنت تخلي الناس تؤمنون باب أبو الحسن. ذلك البارحة أنت تتكلم عن معلومة، عن مقولة لأبو الحسن، وقلنا لم نكملها في آخر البرنامج، قلنا بأن أبو الحسن قال: كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. قلنا سمحا يعني مو تسامح، سمحا يعني سلس، قلناها في الحلقة يعني مثلا اذا ولدك ذا يشترون نستلات وشوكليت، يعني اذا قال له بابا بدل ما اخذ ب5 دنانير سويها ب6، يلا 6 سمح، لا لا شنو هاي 6 شنو 5 يابا هذا دينار زياده، كن سمح يعني بابا ناخذ فلان شيء، هاي شغله بسيطه، اي هاي شغلات كن سمح بها، مسائل بسيطه، نشتري شيء قضيه، نشتري حلويات، اي هاي بسيطة، هذا كن سمح، سمح في التعامل المادي، وكن مقدرا ولم تكن ولا تكن مقترا. مقدرا شنو؟ انك تحسب للقضية حسابها، تحسب لها مالها، تقدرها. يعني انا اريد اشتري بيت، هو البيت مثلا انت مقدره ب50 مليون ويطلع لك هو مثلا 200 مليون، لا هذا مو تقدير، هذا غباء. تجي انت توقع عقد وياهم تعطيهم ال50 مليون وانت ما عندك غيرهم، زين وين راح تدفع لهم ال150 الباقي او ال70 الباقي او ال60 الباقي او ال20 الباقي؟ هذا ما بتقدير، لم تقدر جيدا، وبالتالي راح تخيل نفسك في ظنك، راح تتداين، راح تسوي، راح تدري شنو، راح ما تاكل، راح ما تدري شنو، هذا لكي توفي هذه هذا عدم تقدير. ولا تكون مقترا، لا تقتر ويا اهلك، لا تجوعهم، لا تبخل عليهم. ولذلك هذا التقتير الله ورسوله يرفضونه، ويجب ان تكون يعني طبيعي بالتعامل. التقتير بحق العائله خطا كبير، والبخل بحق العائله خطا كبير. يعني انت لديك امكانيه ان توكل اهلك اكلا طيبا، بس انت ما تصرف، حاطب جيب ها اي شيء، ماذا لو كان لديك هدف اوكي، بس اذا انت مجرد هيك تقتير يعني ما يهلك، تعبير الشعبي ما يهلك، تخلي ولدك ياكلون ويشربون وشنو بشكل طبيعي. يعني ما اقول مثلا ياكلون يوميه وجبات من هذه او يطلعهم مطاعم درجه اولى، لا لا هذا تبذير مرفوض، لكن ياكلون الوجبات الطبيعيه، ثلاث وجبات طبيعيه فيها غذاء، يعني هذا يجب ان لا تكون مقتر على عائلتك. لا والله لا اكله واحده ام الغداء تبقيها العشاء وماكل الصبح فلان شيء وهذا لا، وانت عندك امكانيه، هذا تقتير، هذا بخل. بالعكس
هذا يحاسب عليه. فواحدة من نصائح الإمام علي حتى تكون موضوعيا، لا تكون مبذر، بحيث مثلا أنت أكو بعض الناس فلوسهم كل مثلا على المظاهر، سيارات آخر موديل، طعام 3 وجبات من هاي التي ترمى نصفها في المزبلة عفوا وغيرها، هذا تبذير يعني مرفوض مرفوض. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك مرة أخرى. كنا نتحدث عن أنه يجب أن نقدم أبي الحسن، طبعا مو بالطريقة التي والله أنه يعني، وطبعا رئيس دولة لازم يكون عادل يعني، مو بضرورة يكون شايل سيف ويمشي بالشارع وأي واحد محتاج يضربه، لا، يجب أن تكون القوانين سائدة وغيرها. ما صادفت هاي المرأة يعني أو ذاك الرجل يعني خلاص يبقى مظلوم. أعتقد خلينا نقدمه بطريقة أخرى، قدمه بطريقة علمية فكرية، مو قضية شاف واحد وطام وياكم شنو وقال له واحد قال له تعال شيل بدالك وش. هذه سووها واي خلفاء، واي سووها ناس، حتى ناس زعماء سووها يعني. هاي ما تضيف لأبو الحسن إخوان، أبو الحسن أكبر، إحنا ضيعناه لأبو الحسن. ولذلك أنا أقول يجب أن نقدم بطريقة، لذلك أنا شوف اختاريت، أنا طبعا هنا لا أقلل من قيمة علمية أي إنسان، ولكن أقصد من هذه نأخذه من تلك، أن أبو الحسن بحر لجي لم نأخذ منه شيء. أبو الحسن الإنسانية تحتاجه وأيضا المسلمين تحتاجه. انظروا مقولة لأبي الحسن ثبتها في أحد كتبي، سبقت الحركة الرينيسانس أو النهضة الأوروبية اللي صارت عبر القرن 14 و15 و16 في أوروبا، والتي أدت نقلة أوروبا من التخلف والظلمة إلى النور والتحضر، هي تسمى بالرينيسانس النهضة، وكانت تقودها حركة اسمها الهيومانتاس، هيومانتاس باللاتينية معنى الإنسانية، التي ترتكز على الإنسان. الإنسانية كانت في نظر الأوروبيين قبل عصر النهضة أن الإنسان اللي أبوه نبيل يبقى نبيل، حتى لو كان مخبل هو نبيل، يمتلك الأرض ويمتلك الناس ويمتلك كل شيء. الملك ابنه حتى لو كان شو ما يصير مخبل هو ملك، والعظيم والمثقف لو كان ابن عامل يبقى ابن عامل ابن قن. قيمة المرء في أصله وليس في إنتاجه وإبداعه وما قدمه. هذه تغيرت في أوروبا بعد القرن 14، صارت النهضة الأوروبية، فظهرت ما يسمى بالبرجوازية، كل واحد بطاقته قام يسوي معمل بسيط، بعدين سوى معمل كبير، وبعدين صاروا برجوازية امتلكوا الدنيا كلها، وبعدين امتلكوا كل شيء وسيطروا على البرلمانات، سيطروا على الدول، صاروا هم اللي يحركون الدول في أوروبا، سووا الاستعمار وغيرها وغيرها، لأنه الإنسان بدأ يقاس على ضوء عمله وإمكانياته، لا يقاس بأصل النبيل. النبيل انتهت النبالة، انتهت الإقطاع وقضوا على إقطاع وغيرها، ماكو شيء، أنت إقطاعي وأنت متخلف ما تطلع روح. النبيل لكي يبقى نبيل يعني يكون إنسان قادر على أن يمتلك الأرض ويسيرها وغيرها، أنت غير قادر وعايش بعقلية دولة ملكي لأنه ملك، لا، انتهت هذه المقاييس. وهناك رواية لسيرفانتس اسمها دون كيخوت تتحدث عن هذا الموضوع، أنا لا أتكلم، لا أتكلم شوية بعقلية الأحاكي المثقفين شوية يعني. هذا أبو الحسن قبل النهضة الأوروبية بألف سنة، شوف يقول كلمة من أعظم الكلمات، لذلك يقول نحن لم ندرس أبو الحسن، قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، شوف ما يحسنه، قضيتين، عمل وحسن، يعني مو بس عمل، لا، أن يكون حسن. في زمن الجاهلية قبل الإسلام قيمة الإنسان في نسبه، يعني أي إنسان أصله شنو هو، هذا ابن فلان ابن فلان ابن القبيلة الفلانية، نسبك شنو، أنت أصيل، نسبك من عشيرة ضعيفة أنت ضعيف، حتى لو كنت أعظم شاعر وأعظم أشجع واحد، أنت من عشيرة كذا، أنت نسلك كذا، أصلك كذا. يجي أبو الحسن يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، أولا العمل، وليس فقط العمل، أن يكون مبدعا بهذا العمل، وأن يكون العمل فيه مصلحة للناس،
وليس فقط، كثير من الناس يعملون للناس، ولكن يجب قيمتك تزداد إذا أنت تفردت على غيرك. يعني أنت عامل، العامل تستفادون من عملك، لكن قيمتك تزداد إذا أحسنت في عملك، أبدعت في عملك، وبالتالي أكو قيمة إنسانية انتهت بها قضية الوراثة والنبالة وغيرها، صارت قيمة الجهد الشخصي والعقلية الشخصية والقناعة الشخصية. يعني عندما يقول قيمة المرء ما يحسنه، ما لا شغلة بأصله، واحد قد يكون أصلا نبيل وواحد أصلا وضيع مثلا، لكنه في هذا الجانب هو مبدع، فقيمته في إبداعه وليس في أصله. هذه لم تكن موجودة عند العرب سابقا، ولم تكن حتى موجودة في أوروبا. بعد ذلك صارت كما قلت، صارت نظريات الهيومانتاس أو الإنسانية التي تعتمد على الإنسان، على قيمة الإنسان، على ما يقدمه الإنسان، على ما يبدعه الإنسان، على ما يخلقه الإنسان، تختلف عن القناعات السابقة اللي كانت في القرون الوسطى في أوروبا على أصله النبيل. النبيل أصله نبيل، أنت ابن فلان فإذا أنت نبيل نوبل خلاص، أنت ابن قطاعي أبوك قطاعي كان يملك نص سويسرا مثلا، وأنت بدوحة متخلف خلاص أنت القطاعي، ناس تخضع لك، تتملكهم، تبسطهم، توكلهم، تشربهم، تبوت، تفعل بهم، هذول أقنان ملكك، وهي الأرض كلها لك، أنت ملكك خلاص أصلك. المواقع المعينة، لا هذا من أصل النبيل يجب أن يضع فلان موقع، هذا من أصل النبيل. حتى عندما تكونت الممالك في أوروبا كانوا يحتاجون أبناء النبلاء، أبناء الإقطاعين، يحطوهم في أماكن معينة، هذا ابن نبيل، هذا ابن كذا، حتى لو كان أثقف شخصية ما يحطوا بموقع، لا يختارون ابن نبيل، ابن قطاع، حتى لو غبي، لا هذا أصلا نبيل. فلذلك لماذا أقول لكم نحن لم ندرس علي بن أبي طالب جيد؟ هذه الفكرة كانت قبل أوروبا بألف سنة، والآن تلاحظون ملايين كتب كتبت عن ما يسمى بالهيومانتاس وعصر النهضة وغيرها، وأنا شخصيا ألفت 10 كتب على عصر النهضة، كانت تستقر على قضية واحدة، هو أن الإنسان عمله الشخصي هو المعيار، إبداعه الشخصي هو المعيار وليس أصله، ويزداد هذا المعيار قيمة لو أبدعت فيه، فإذا يزداد تزداد قيمة في الإبداع الشخصي وليس في الأصل. طبعا الكلام طويل سأكمله إن شاء الله لو أعطانا عمرا في اليوم القادم إن شاء الله. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رق تحياتي.